لما رحنا المغرب كان في اتقال ان في ساحره قالت لهم يعني حاجه 30 وحج، والملعب كان طول الوقت بيقول حاجه 30 وحج، وفعلا في حاجه 30 الماتش ده حج وش رجله وراح الجون. الماتش ده الماتش ده احنا كان مسافر معانا في الطياره شغلته فك السحر، وفعلا فك لي سحر انا وحسني ونادر السيد جلسات بجد. انا بقول لك الحقيقه. لا في يعني حد حكى لي يعني انا تقريبا حكى لي ان في دم في البانيو دخلته. انا رجعت اسود كله اسود، حسني نفس الكلام، نادر السيد نفس الكلام، نادر السيد كان معمول له يعني كويس قوي، فهو الكابتن يعني كانوا مصفرين معانا حد لفك السحر، وفعلا نجح في فك سحر. خسرنا برضه؟ لا خسرنا دي حاجه تانية، بس احنا كان معمول لنا سحر بشكل شخصي يعني في الاكل. في الفندق. دي انا بقول لك الحقيقه.